بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يعني مما لا شك فيه ان الحدث كان مؤلم وغير متوقع. انا اعذرون، يعني ما مجهز حالي بصورة جيدة، فهي كلمات بسيطة بعيدا عن ان احنا هل نحزن او نفرح. أنا أريد ألفت النظر بس إلى نقطة مهمة في قضية الشهيد رضا الغسرة. بدل الانشغال في ما وراء الحدث، هل قصة الهروب حقيقية أو غيرها، اللي قام برضا حقيقة هو بطولة. وأعتقد أن إحنا في هالمرحلة من الواجب علينا أن إحنا نشتغل على صناعة أو ترميز هؤلاء الأبطال اللي قضوا. عندنا نماذج. أنا عندي قناعة شخصيا أن الشهداء اللي الله اختارهم من البحرين كل واحد إليه قصة مميزة غريبة. يعني أكو شهيد الصلاة، وأكو شهيد الدعاء، وأكو يعني كل واحد إليه، مثل الشهيد المؤمن، مهندس، مثقف، الشهيد عباس السمي. أنا ما تحضرني الأسماء، بس كل واحد إذا نروح إليه في فترة استشهاد نسمع عنه كلام جميل، كلام يعني ما كانوا اعتباطا اختيارهم في البحرين. لذلك أنا عندي وجهة نظر بالنسبة إلى شهدائنا إن إحنا لازم نشتغل على ترميزهم وتأصيل فكرهم أيا كان مدى توافقنا أو اختلافنا. اللي قام بالشهيد الغسرة حقيقة بطولة، أنه يحاول الهروب 4 مرات من السجن، أنه يظل مختفي، أنه يخلي البحرين كلها تتكلم عنه سواء مع أو ضد، أنه يصبح الشغل الشاغل إلى البحرين من أكثر من سنة إلى الآن. أعتقد أن انشغالنا بالماورائيات تضيع إلى القضية الأساس اللي خرجوا من أجلها هؤلاء الشهداء. فالانشغال بترميزهم، أنا أعتقد أن قصص شهدائنا أصلاً ما هي أقل من قصص بقية الشهداء اللي ممكن نسمعها في أي مكان. بل أعتقد أن بعض الكتاب العالميين لو إجوا إلى البحرين وعاشوا لمدة سنة واحدة ممكن أن يكتبون روايات أفضل مما كتب سواء في أمريكا الجنوبية أو في روسيا أو في غيرها. لأن البحرين زاخرة بالأحداث بس ناقصة فإن من يؤرخ إلى هذا. إحنا ما عندنا لحد الآن تاريخ لقبل 100 سنة دقيق نعرف شنو كان يصير بالبحرين. يعني هي الكلمة أو النقطة الأساس اللي أريد أركز عليها، إن إحنا يجب أن ننشغل في ترميز هؤلاء الشهداء وإظهار فكرهم سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم. هو حقهم أنهم فكروا بطريقة معينة ومارسوا وامتلكوا الشجاعة ليمارسوا ما فكروا فيه وما اعتقدوا به وما آمنوا به. ففي الختام الرحمة والفاتحة إلى شهدائنا.